السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة الصف الثالث الثانوي. إن شاء الله النهاردة هناخد التكامل المحدود، الدرس الثالث في الوحدة الرابعة. التكامل المحدود ده شكل سؤاله بيكون كده: تكامل من واحد لاتنين مثلا 3 سين تربيع زائد 5. التكامل المحدود وإيه شروطه وإيه خواصه وبنحله إزاي أصلا؟ النظرية بتقول تكامل من ألف لب، يعني دي فترة من ألف لب، دالة سين دال سين، قال ده دي بتساوي تكامل لما نعوض بالب ناقص تكامل لما نعوض بالألف. دي كده نظرية التكامل. طب هو لازم يا أستاذ الدالة تكون متصلة؟ مش شرط. طب هو لازم يا أستاذ اللي فوق يكون أكتر من اللي تحت؟ برضو مش شرط. يعني مش شرط اللي فوق يكون الكبير واللي تحت الصغير. يعني لو كتبت من 0 لـ5 ممكن أكتب من 5 لـ0. طب يا أستاذ أنا لو معايا تكامل من 3 لـ4، قال لك عايز تكتب اللي فوق تحت واللي تحت فوق غير الإشارة، يبقى من 4 لـ3. مش شرط دايما التكامل يكون لسين. السين هنا اسمها متغير شكلي أو متغير صوري، يعني ممكن نبدله. يعني ممكن نقول تكامل من ألف لب دالة صاد دال صاد، أو تكامل من ألف لب دالة عين دال عين، وهكذا. عايزين التكاملات دي، قلنا له في الأولى يا أستاذ دي معناها تكامل من 1 لـ2 سين تربيع ناقص 1، لأن ما عنديش قانون للضرب دال سين، يبقى تكاملها سين أس 3 على 3 ناقص سين من 1 لـ2. بنكتب التكامل كده بعد ما بنكمل المسألة، الحدود دي بنكتبها هنا كده، ونقوم معوضين، نعوض مرة بالاتنين ناقص لما نعوض بالواحد. 2 أس 3 بـ8 على 3 ناقص 2، لو عوضنا بالواحد يبقى 1 على 3 ناقص 1. هنا دي طلعت بإيه؟ 8 على 3 ناقص 1 على 3 ناقص 2 زائد 1، يعني جمعت اللي زي بعضه مع بعض. هنا دول بقوا 7 على 3 ناقص 1، الواحد ده اللي هو 3 على 3، يبقى الناتج 4 على 3. طب المسألة اللي تحتها ولا أي مشاكل يا أستاذ؟ الجتا تكاملها بإيه؟ الجتا تكاملها بجا سين، من كام لكام؟ من 0 لـ باي على 2. يعني هقول له لما نعوض بباي على 2 ناقص لما نعوض بصفر، يبقى جا باي على 2 ناقص جا 0، باي على 2 بـ1 ناقص 0 بتساوي 1. هنحل التكاملات دي ازاي؟ ده تكامل محدود يا أستاذ، يعني بكمل مسألتي وعوض بالـ5 ناقص لما عوض بالصفر، هو ده معناه، ده الفرق بينه وبين الغير محدود. قلنا له يا أستاذ نقدر نقول إن ده قوس أس نص، ونطلع الأس ده فوق يبقى سالب نص. نكمل عادي خالص لأن مشتقة اللي جوه 1، تمام. جينا قلنا له هنزود الأس 1، أس موجب نص، ونقسم على الجديد، مقام المقام بسط، هنا بقت 6. من كام لكام؟ من 0 لـ5. هنعوض بالـ5 ناقص لما نعوض بالصفر. عوضنا بالـ5 طلعت يا أستاذ بتساوي 6 في جذر 9 ناقص لما نعوض بالصفر 6 في جذر 4. يعني 3 في 6 بـ18 ناقص 2 في 6 بـ12 بتساوي 6. تكامل من 0 لـ باي 4 قاعين ظاعين، قلنا له ده تكامل القاع،
يبقى كان يا أستاذ هنا قاع من صفر الباي 4. معناها إيه من صفر الباي 4؟ يعني عوض مرة بالباي 4، واحد على جتا باي 4 ناقص واحد على جتا صفر. جتا باي 4 دي بكام؟ دي يا أستاذ بتساوي جذر 2 ناقص 1، يبقى الإجابة جذر 2 ناقص 1. طب عايزين تكامل من صفر لخمسة، 2 س ناقص 3 ه أس س، قلنا له بنزود الأس 1 ونقسم على الجديد، 2 س أس 2 على الاتنين، الاتنين دي راحت، ناقص 3 ه أس س على مشتقة الأس 1، ونعوض من صفر لخمسة، يعني إيه؟ يعني نعوض مرة بالخمسة ناقص لما نعوض مرة بالصفر. عوضنا مرة بالخمسة يبقى 25 ناقص 3 ه أس 5، ونعوض مرة بالصفر بتساوي صفر ناقص 3 يبقى بسالب 3، لأن ه أس صفر بواحد. السالب دخل غير الإشارة يبقى الناتج 28 ناقص 3 ه أس 5. في خواص وملحوظات خلي بالك منها، زي ايه يا أستاذ؟ مثلا أحيانا تيجي تعوض بالسؤال تلاقي المسألة طالعة معاك صفر، والصفر مش راضي يتغير، وهو مديك الإجابة حاجة تانية، ايه السبب وايه العلاج؟ قبل ما نشوف أسئلة تعالى افتكر معايا الدالة الزوجية والفردية. فاكر حضرتك لما كان معانا دالة س بتساوي س تربيع، وكنا بنبدل السين ونحط سالب سين، لو طلعت هي هيها الأصل بنقول عليها زوجية؟ أيوة يا أستاذ. طب فاكر حضرتك لما كانت فردية كنا بنشيل السين ونحط سالب سين وكانت بتطلع سالب الأصلية وكنا بنقول عليها فردية؟ طب فاكر كنا بنرسمهم إزاي؟ الزوجية وليكن الدالة دي كانت رسمتها كده. انت هتعرف في الدرس الجاي ان التكامل المحدود بيحسب لك المساحات تحت المنحنى، يبقى دي مساحة ودي مساحة. وخدنا في الدرس التاني في الديناميكا ان المساحة اللي فوق دي بنجمعها، يبقى دول هيجمعوا يبقى في اتنين منها. انما في الفردية يعني مثلا الدالة التكعبية دي رسمتها، جينا نجيب المساحة تحت المنحنى وهنا المساحة تحت المنحنى، قالك الناتج بتاعها بيكون بصفر، بس بشرط انك تكون واخد نفس الرقم مرة موجب ومرة سالب، قالك يبقى هنا الناتج بصفر. فبالتالي لو جينا ناخد تكامل لرقمين زي بعض بالضبط وكانت الدالة فردية، خلاص الناتج بصفر من غير حل، لأنك هتحل وهتتعب نفسك وهتوصل في الآخر للصفر. ولو كانت زوجية وبادئ من عند نفس الرقم بالسالب هو هو بالموجب، قال لك يبقى خد ضعف المنطقة دي، بس ضعف من صفر الألف. ناس مش فاهمة؟ نشوف أمثلة. جينا يا أستاذ لمثال زي ده، إمتى ببحث هي فردية ولا زوجية؟ لما يكون نفس الرقمين، نفس الرقمين بالضبط، تبدأ تحسب هي فردية ولا زوجية. أولا يا أستاذ الجاء متصلة على ح، يبقى متصلة على الفترة اللي قال عليها، تمام يا أستاذ، وديت فردية لأننا لو شلنا السين وحطينا سالب سين هتطلع بسالب جا تكعيب سين، دي فردية. بجا تكعيب س فردية، إذن التكامل ده بيساوي صفر. مثال زي ده جنن الناس، يا أستاذ كل ما نحل تطلع معانا صفر وهو مطلعها برقم، ليه؟ قلنا لك بكل بساطة، أنت شوف هي زوجية ولا فردية، لأن الرقمين دول زي بعض من سالب 2 للاتنين. فجينا نبحثها يا أستاذ،
بدلنا السين وحطينا سالب سين، المقياس ما بيطلعش سالب، فضلت زي ما هي. فمعنى كده ان دي زوجية. معناها ايه ان هي زوجية؟ قال لك خد اتنين من نص المسافة ما بينهم، هاخد اتنين من صفر للاتنين. دول يا شباب كان هنا الصفر، هنا الاتنين، وهنا السالب اتنين، وكان في منحنى. الصفر قاسم، يبقى المنطقة دي لو عوضت بيها هكون قد دي. خلاص خد واحدة واضربها في اتنين، لأنك لو حطيت من اتنين لسالب اتنين الناتج هيطلع معاك صفر، وهو ليه قيمة. جذر اتنين زائد مقياس سين دال سين، يبقى اتنين في ده قوس. تمام، بنكمل القوس ازاي؟ بنزود الأس واحد ونقسم على الأس الجديد. عوض مرة بالصفر ومرة بالاتنين. لما جينا يا أستاذ نعوض بالصفر، لما جينا نعوض بالاتنين طلع بيساوي اتنين زائد اتنين أربعة. جذر الأربعة اتنين، أس تلاتة بتمانية، في اتنين بستاشر على تلاتة. بكل بساطة اكتب هنا اتنين وصفيها على الآلة الحاسبة. لما تعوض بالصفر بقى هنا اتنين، أس تلاتة على اتنين، يعني هتطلع باتنين جذر اتنين. باتنين جذر اتنين، في اتنين على تلاتة، يبقى بأربعة جذر اتنين على تلاتة. يبقى الناتج كله يا أستاذ طلع بيساوي اتنين على تلاتة، أو اتنين في ستاشر ناقص أربعة جذر اتنين، كل ده على تلاتة. تكامل من سالب اتنين لاتنين، جا س على س تربيع زائد واحد دال س، دي بإيه؟ قلنا له يا أستاذ نفس الرقمين. إحنا نشوفها هي زوجية ولا فردية. جا سالب س على سالب س أس اتنين زائد واحد، طلعت بسالب جا س على س أس اتنين زائد واحد. تعتبر الدالة كلها تغير إشارتها. بما إن تكامل من سالب اتنين اتنين جا س على س تربيع زائد واحد، حيث جا س على س تربيع زائد واحد فردية، إذن تكامل من سالب اتنين لاتنين جا س على س تربيع زائد واحد بتساوي صفر، من غير ما تفك ومن غير ما تحل. إذا كان تكامل من سالب واحد للأربعة دالة س دال س بتساوي 25، وتكامل من اتنين لسالب واحد دال س دال س بسالب 11، يبقى تكامل من اتنين لأربعة ده بكام؟ معنى السؤال ده يا شباب إن أنت كان معاك منحنى مثلا، وليكن إن هو ده المنحنى فرضا، وكان بدايته ايوه ده مقلوبه، احنا عايزين الكبيره فوق والصغيره تحت. تمام مفيش مشاكل، يبقى من سالب واحد للاتنين دالة س دال س تبقى بموجب 11، عشان تقلب الرقمين دول تغير الاشاره. يعني الناتج من سالب واحد للاتنين كانوا ب 11، دي كلها ب 25، والمنطقه دي ب 11، يبقى من أول الاتنين لحد الأربعة كام؟ 14 يا أستاذ، عشان 14 و11 يدوني 25 كلها. نفس المثال اللي فات، بس عايز المرة دي من 2 لأربعة دالة س زائد 3. قلت له يا أستاذ دي معناها إن هي مسألتين، من 2 لأربعة دالة س زائد تكامل من 2 لأربعة 3 دال س. فديت يا أستاذ معناها كنا لسه رسمين المنحنى، وقلنا بدايتنا سالب واحد، وهنا كان الاتنين، وهنا كان الأربعة، دي بموجب 11، ودي طلعت ب 14 لأنها كلها ب 25، يبقى الجزئية دي ب 14. دي نكملها عادي خالص، هتبقى 3 س ونعوض من 2 ل 4، يبقى 14 زائد
3 في 4 ب 12 ناقص 2 في 3 ب 6 يبقى 14 زائد 6 بتساوي 20. تكامل من 3 ل 3 ألف سين تربيع زائد باء أس 7 بكام؟ مال يا أستاذ دي بصفر. لا ليه بصفر؟ علشان الحدين دول زي بعض. يبقى ملحوظة، لو الحدود متساوية التكامل على طول بصفر. تكامل من 0 ل 3 س في جذر س زائد 1. يا أستاذ احنا ممكن نقول إن الس دي نحط لها زائد 1 ناقص 1 في القوس اللي هو س زائد 1 أس نص. هنضرب ده هنا ونضربه هنا، يبقى س زائد 1 أس 1 ونص ناقص س زائد 1 أس نص، كل ده تكامل من 0 ل 3 د س. هنكمل عادي، نزود الأس 1 ونقسم على الأس الجديد 5 على 2 وهنا 2 على 5. نزود الأس 1 3 على 2 ونقسم على الأس الجديد 2 على 3. نعوض يا أستاذ من 0 ل 3. لما عوضنا ب 3 2 على 5 في 4 أس 5 على 2 ناقص 2 على 3 في 4 أس 3 على 2، كل ده ناقص لما نعوض بصفر 2 على 5 ناقص 2 على 3، طلع الناتج بيساوي 116 على 15. سؤال زي ده لو جالي يا أستاذ بتصرف فيه إزاي؟ بكل بساطة هو عاوز التكامل من 0 ل 6، صح؟ تمام، من 0 ل 6 في دالة أكتر من 2 وفي دالة أقل من الاتنين، يبقى أنا هكامل يا أستاذ الأكتر من الاتنين يعني من 2 ل 6 زائد تكامل اللي أقل من الاتنين يعني من 0 للاتنين، وكده يبقى الموضوع خلص معايا. مسألة التكامل عادية خالص، هنزود الأس 1 ونقسم على الجديد واللي ما معه س نديله س من 2 ل 6. هنزود الأس 1 ونقسم على الجديد واللي ما معه س نديله س من 0 للاتنين ونعوض. ده هنعوض مرة بالستة ومرة بالاتنين وبينهم ناقص. 36 زائد 6 كده 42 ناقص 4 و2 6 زائد لما نعوض بالاتنين نص الاربعة 2 2 زائد 6 8 ناقص 0، يبقى كده 42 و6 كده 50 ناقص 6 44. من المثال اللي فات تقدر تحل المثال ده بمنتهى البساطة، بتعرف المقياس بتقول ان هي دي دالة س، كنا بناخده زي ما هو لما س أكتر من أو تساوي الواحد قيمة س اللي جوه، ونغير الإشارة لما س أقل من الواحد بس خلاص. تقدر تقسمها معايا من سالب 3 للاتنين والواحد ما بينهم، هناخد الأكتر من الواحد اللي هو س ناقص واحد، يبقى س ناقص واحد من واحد لاتنين زائد من واحد للسالب 3 واحد ناقص س. تكمل عادي خالص، هنا بقت نص س تربيع ناقص س من واحد للاتنين، وهنا بقت س ناقص نص س تربيع من سالب 3 لواحد. هنعوض يا أستاذ هنا لما نعوض باتنين ناقص لما نعوض بواحد، لما نعوض باتنين طلع بكام؟ نص الاربعة اتنين ناقص الاتنين بتساوي صفر، لما نعوض بواحد نص ناقص واحد بسالب نص زائد. هنعوض هنا يا أستاذ بالتلاتة، هنعوض بالواحد ناقص لما نعوض بالسالب تلاتة، هنعوض بالواحد بقى واحد ناقص نص بموجب نص. لما نعوض بالسالب 3 هنا سالب 3 ناقص 9
على الاتنين. دول كده يا أستاذ نص زائد نص بواحد. هنا السالب دخل غير الإشارات، ده يعتبر 6 على الاتنين. لما جمعناهم ادوني 15 على 2، يبقى زائد 15 على 2، الناتج طلع بيساوي 17 على الاتنين، يعني بـ 8 ونص. طرق التكامل يا أستاذ ينفع تستخدم هنا؟ ينفع، وكمان لها مميزات هنا. في مسألتنا دي طبعا احنا مش هنقدر نكملها، لأن السين اللي في القوس لها رتبة، لها أس. هناخد الجذر الخامس للسين نساويه بالعين. هنجيب يا أستاذ السين بتساوي عين أس 5. هنجيب التفاضل للسين بيساوي 5 عين أس 4 د عين. هنعوض هنا يا أستاذ عن قيم سين. لما نعوض بالواحد العين بواحد، ولما عوضنا بـ 32 جذر الخامس للـ 32 بـ 2، ونبدل كل حاجة ونخليها عين. هناخد الأس 4 من هنا مشترك، يبقى اتبقى 5 في 1 زائد 1 على عين في عين الكل أس 4 د عين. تكامل من 1 لـ 2 5 في عين زائد 1 أس 4. نقدر نكامل بمنتهى البساطة، نقدر نكامل 5 في عين زائد 1 أس 5 على 5، الخمسة دي راحت، ونعوض يا أستاذ من 1 للـ 2. لما نعوض بالـ 2 بقت 3 أس 5 بـ 243، ناقص لما نعوض بواحد بـ 32، يبقى الناتج طلع بيساوي 211. أتمنى أن أكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.